السلام عليكم، معكم سالم من اندرويد. وبهذا الفيديو راح يكون هذا فلوق الحلقة الثالثة. بهذا الفيديو ما راح اسوي لكم يعني شيء او اروح المكان، راح احكي لكم على نفسي، من اني ومن القناة، شلون صارت القناة ومن اني شلون صرت ثاني من اني. فخلينا نبلش. اول شيء اني اللي ما يعرفني، يعني كل الناس تعرفني، عمري 19 سنة، ساكن بالسويد. طلعت من العراق تقريبا صار شي 5 سنين. اول شي رحت السوري، بعدين رحت وجيني بعدين للسويد. والقناة او خلي اقول لكم بعد شغلة، ادرس بناء، هاي السنة الثانية دا ادرس بناء، واشتغل شغلة ثانية يعني بعد المدرسة، اشتغل مصور ويا مصور اعراس، يشتغل هنا بالسويد، مصور هو اعراس وحفلات فيديو كليبات، يعني مصور يصور كل شيء حتى دعاية يصور، بس يعني هو مصور حفلات ويعني خطوبة وحفلات أعياد ميلاد، يعني هاي الشغلات هو عراس. فأشتغل يا بالعطل مرات الأيام العادية وبس، يعني هاي شغلة بسيطة عني. فهسه نبدي بالقناة، شلون صارت القناة؟ القناة شلون صارت؟ أول شيء فتحت القناة، أو يعني أول شيء اشتريت موبايل صغير كان من شركة هواوي. الموبايل اشتريت أول شيء، يعني أول موبايل لمس أشتري، أول موبايل تاتش سمارت فون اشتريته بسنة 2012، ما أعرف 2011 اشتريته، كان حتى سعره رخيص يمكن تقريبا 100 دولار. فريت أجرب شنو الموبايل أو أعرف شنو موبايل سمارت فون. فاشتريت أول موبايل وبلشت مثل أشوف شلون أنزل برامج أو شلون يعني أشغل الموبايل، لأن شنو كل شيء ما أعرف. فبلشت أشوف اليوتيوب ويعني أدخل على ناس باليوتيوب شلون مثل تنزل برنامج، شلون تحذف شيء، شلون تكرك، هكذا هاي الشغلات. فصارت عندي شويه خبره. فيعني بعدين بلشت يعني قمت مثل ما قلت لكم اشوف فيديوهات على اليوتيوب. فيعني حبيت شغله الاندرويد، يعني ما جربت انا ايفون بالبدايه، بس حبيت الاندرويد. بعدين سمعت عن الايفون يعني بعض الشغلات ما حبيته يعني، بس يعني بعد هاي ما اخذت خبره بالاندرويد وعرفت شنو يعني شنو ميزات البي، شلون واحد يدخل، شلون مثل ينزل برنامج، يعني شغلات مو احتكار بالاندرويد، تقدر كل شيء تسوي بدون روت، وبعض الشغلات يعني تقدر تسويها بروت. فيعني قلت مثلا خلي افتح قناة. فتحت القناة تقريبا، اول قناة كان اسمها برامج اندرويد. فتحت القناة تقريبا بشهر او بسنة 2012 يمكن، تقريبا نهايتها يمكن فتحت القناة. استمرت عليها تقريبا سنة وشوية، ما اعرف صار شغله باليوتيوب، حذبوا القناة. بعدين حاولت ارجعها ما رجعت. بعد فترة قلت لازم اسوي قناة، يعني هاي بعد ما اشتريت كاميرا وبلشت بالقناة الاولى، انه يعني طورت القناة، سويت القناة شلون شبه احترافي، مو احترافي بس شبه احترافي. فقلت يعني لازم اكمل قناة، عندي كاميرا وعندي افكار يعني شغلات لحد ما مسويها. فبعد فترة فتحت القناة شهر، يمكن فتحتها في شهر الخامس تقريبا 2014 في شهر الخامس، بس ما نزلت بيها ولا فيديو. اول فيديو نزلته انه القناة اتحكرت الاولى وهاي القناة الثانية، والفيديو كان هو عن شلون القناة اتحكرت، وكان يوم 1/6، يعني كل يوم 1/6 يكون القناة مر سنة. فهم راح استمر سنة على القناة، ما ظل شيء اقل من 20 يوم يمر سنة على القناة، صار سنتين صرنا بالقناة. يعني بس اول قناة الصراحة عشان القناة حلوة وبها تفاعل، بها هواي ناس كانوا مشتركين، يعني هم شنو يعني بداية بسيطة، اكيد كل الناس تعرف بادي موبايل سوني كان يعني للتصوير، ومرة استخدم حتى موبايل اهلي للتصوير. فيعني يعني واحد يدبر نفسه، مو بس حجج، حتى بالبداية ما احس صوت، يعني الناس تعرف القناة الاولى ما احس صوت، بس اغاني مرة كتابة بالبداية، وبس بعدين قلت خلي اطور نفسي، خلي احط مثل صوت، حط صوت الصوت يعني عشان يعني ما الكاميرا يعني مو ذاك الصوت قوي. بس بعدين بعد فترة اشترينا هاي الماكاسة اللي تسمعون، مو هذا الفيديو السابقة، وراح تجي هم تسمعوا بيها الفيديو او المايك، كل الناس تستخدمه، هواي ناس يعني اعرفوا مشاهير يستخدموا. فاشتريته ويعني قمت اسوي فيديوهات ونصور بيه ونسجل الصوت عن طريقه. فطورنا وحبيت يعني بعد ما مرت يمكن سنة حبيت اسوي فيديو احترافي او الفيديوهات تنزل بقناة احترافية. فبلشت اسجل صوت وصورة، وبعدين يعني مثلا قمت اجيب افكار المكان شلون، وين راح اصور، شنو الافكار، شلون لازم تكون الحلقات، الفيديوهات شلون، طريقة المونتاج، كله حبيت اسوي شيء احترافي. وبعدين يعني بلشت السلاسل،
قلت لازم تكون السلاسل لها وقت محدد ومثل الحلقات محددة، وبلشت يعني أنطيها شلون كل وقت يعني بس الدراسة والمدرسة والباقي الوقت الثاني يكون كله للقناة. فبلشت يعني تقريبا في البداية كانت كل حلقة على شغل برامج وألعاب أندرويد، كانت تقريبا كل حلقة كل يوم العفو تنزل حلقة، وبعدين يعني طورت يمكن نهاية الجزء الأول والثاني بلشت بين يوم ويوم تكون يعني الصراحة عشان اليوم كله يطير والشغل تكون صعبة يعني بين ما تلقي البرامج والألعاب، وبعدين لازم الفكرة شلون راح يعني تبدي الحلقة، بعدين شلون التصوير، تصويرك يجي بوحدي والمونتاج أكيد بوحدي، يعني الاثنين هم ياخذون وقت التصوير والمونتاج، والمكان هم لازم ياخذ منك وقت شلون يعني وين راح تصور. فتكون الحلقة كل الصعبة لحد ما تصير وتنزل باليوتيوب. فيعني قلت مثلا بنهاية الجزء الأول الجزء الثاني خلي لو أكمل لو أعوف موضوع القناة، يعني قلت خلي نفتح القناة وأول شيء يعني اشتريت الموبايل الصغير، قمت يعني تنزل شلون برامج شلون مثل تهكر شيء مو تهكر يعني تنزل مثل برنامج أو تخترق شغلة، يعني شغلات بسيطة بالبداية عشان ما أعرف. فجبت أول موبايل كان صغير هو من هواوي من شركة هواوي، وبلشنا ننزل برامج شلون مثل تنزل أغنية، يعني هاي الشغلات البسيطة كل الناس كانت بتعرفها، يعني شغلات 2013 2012 كان حتى موبايل التاش يعني ما وصل لكل الناس. بعدين بعد فترة اشتريت السامسونج اس 3 وطول عده تقريبا سنه او سنه ونص شو تقريبا، وكملنا بالقناه وقمنا نطور وشلون مثل تسجل شاشه الشغلات البسيطه يعني هم ما تنتعرف حتى انا ما تنتعرف لان ماكو هواي ناس مثل تاخذ منها معلومات او من الانترنت، يعني حتى يعني كل واحد ياخذ من الثاني معلومات او يدور هو يجي، بس يعني اكثر الناس ما تتعب نفسه، شنو حتى لو تعب نفسي ما اقدر اجيبه هواي شغلات. فيعني عشان اجيب تقريبا من الناس البرامج والالعاب ويعني بعض الشغلات هاي قبل يعني في قبل سنتين او سنه و يعني تقريبا سنتين. بس بعدين بعد ما جبت ال LG G3 بلش يعني في احتراف التسجيل، تسجيل الشاشه انه تكون شاشتين، شاشه الموبايل وشاشه يعني الكاميرا اللي اصور بيها، وحتى بالالعاب يعني تشوفون شاشتي شاشه واحده وشاشه للعبه، يعني شيء احترافي. وكملت على القناه يعني لحد الان احنا مكملين على القناه وان شاء الله يعني من عقب. يعني ما راح اطول عليكم الفيديو هم طال، بس حبيتكم تعرفون شويه عني. اذا عجبكم الفيديو لازم تنطيني لايك وتشترك بالقناه اذا انت مشترك، وسوي شير عن كل الناس والفيديوهات. في نهايه الفيديو كان معكم سالم، في امان الله.